أنا قصد حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم 2022 لابد من الوقوف عن أبرز الأحداث التي عقدتها الوكالة الحضرية. اليوم انعقد اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية في دورته 14، ترأسه السيد مدير الشؤون القانونية بالوزارة الوصية وبحضور كافة أعضاء المجلس الإداري. كان مناسبة لتقديم حصيلة الوكالة الحضرية برسم سنة 2022، ثم برنامج عملها خلال السنة الجارية، ثم البرنامج التوقعي خلال الفترة المتدة ما بين 2024-2025. كان مناسبة كذلك للمصادقة على التقرير الأدبي والمالي، وكذلك برامج الوكالة الحضرية، برنامج عمل الوكالة الحضرية. على العموم فنتائج المحققة خلال 2022 كانت نتائج على العموم إيجابية، سواء تعلق الأمر بالتخطيط الحضري أو التدبير الحضري. فعلى مستوى التخطيط الحضري فتم تغطية جزء هام من تراب جهابي وتاريخ التعمير. فبالنسبة للتخطيط التدبير الحضري فقد تم دراسة 3600 ملف، حضي منها 66% بالمصادقة، وسنعمل إن شاء الله جاهدين إلى تحقيق أهداف إضافية وتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال التعمير والبناء على المستوى الجهوي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده. خطة العمل للوكالة الحضرية بالمير والدروس في السنة الجارية، وكذلك برنامج عملية توقع عندنا للطرح الممتدة بين سنتين 2024 و2025 حتى تكون في مستوى الإدارات المتفقين والشركاء. وتجدر الإشارة في هذا السياق لأنه تم تشكيل فقرة نوعية فيما يتعلق بتغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير، مما سيساهم في توفير الأرضية الملائمة لمواكبة الأوراق التنموية.